السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الفرقة الأولى في قسم الهندسة الكهربية، معاكم المهندس عبد اللطيف في سيكشن جديد من سكاشن مادة الإلكترونكس. السيكشن ده هنتكلم فيه عن الكومون إميتر أمبليفايرز، وده جزء من شابتر 6 في المارك. هنشرح في السلايد ده الكونسيبت بتاع الأمبليفيكيشن وإزاي الترانزستور بيكبر سيجنال. لو أنا عندي ترانزستور معمول له بايزنج، دي سي بايزنج بالشكل ده بالفولتج ديفايدر، ووصلت سيجنال اي سي صغيره جدا، تبقى صغيره عن طريق مكثف لنقطه البيز. المكثف ده بيعمل ايه معايا؟ المكثف ده بيخلي الدي سي سورس ما ياثرش خالص على الاي سي سورس، لان المكثف ده هو مكافئه في الدي سي، بيبقى اوبن سيركت. فالمكثف ده هيعزل مين؟ هيعزل الدي سي سبلاي عن الاي سي سبلاي. ده بيكون سبلاي بتاع سيجنال صغيره جدا، الدي سي سورس ده ممكن يأثر عليه، فالمكثف ده بيحميه. فالنقطة ديت بقى بيبقى عليها جهد دي سي وفلكتويشن نتيجة وجود سبلاي اي سي، انما على السبلاي اي سي جهد النقطة دي هو مين؟ هو السبلاي اي سي فقط، لان المكثف المكافئ بتاعه اوبن بالنسبة للدي سي سورس. فالاي سي سورس ده هيعمل فلكتويشن في تيار البيز. زي ما حضراتكم عارفين ان طول مدارة الكوليكتور ما فيهاش تغيير، اللي هي الار سي والار اي، فهشتغل على دي سي لود لاين بالشكل ده. لو انا عملت بايزنج معين، يعني اهملت حته الفلكتويشن اللي هيجي منين، من الاي سي سورس ده، واهملت المقاومه الخارجي دي اللي هو الدايره اللي قدام حضراتكم دي بس، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندي نقطه تشغيل، لان انا هشتغل عند اي بيز ثابت، ولتكن مثلا النقطه ديت هشتغل عند اي بيز، ولتكن مثلا لو انا عامل بايزنج مثبت الاي بيز عند 50 مايكرو امبير مثلا، فده هيتبعه مثلا ان الاي سي يبقى ب 5 مللي امبير، والفي سي يبقى بكام؟ يبقى بتقريبا 1.5 فولت. طب دلوقتي ده اسمه الدي سي بايزنج، اللي انا عملت اخترت نقطه التشغيل. طب لو دخلت بقى معايا سبلاي اي سي عن طريق مكثف، فده هيعمل لي فلكتويشن في تيار البيز. ففلكتويشن في تيار البيز فرضا مثلا الفلكتويشن ده هيحصل ما بين 40 ل 60 مايكرو امبير، حوالين ال 50. ال 50 دي جايه من الفي سي سي. الفلكتويشن من 40 ل 60 جاي من وجود الاي سي سورس او الاي سي سيجنال. فلما البيز كارنت يتغير بالشكل ده نتيجه التغير في جهد السيجنال اللي جاي من بره، ايه اللي هيحصل عندي؟ هيحصل عندي فلكتويشن في الكيو بوينت، لان الاي بيز هيتغير من 50 ل 60، ومن 60 ل 50، ومن 50 ل 40، ومن 40 ل 50. فهو بيتغير من القيم دي ما بين ال 40 وال 60، الاي سي هيتغير ما بين كام وكام؟ ما بين 4 و6 ملي امبير. وده هيعمل فلكتويشن في الفي سي اي، من السي للاميتر، من الفي سي اي سوري في سي اي في سي اي من السي للاي، هيعمل فيه فلكتويشن من كام لكام؟ هيعمل فيه فلكتويشن من 1 ل 2 فولت. لو انت جيت شفت مثلا، تشوف مثلا الفلكتويشن هنا، هتلاقيه مش مثلا 2 فولت بيك تو بيك زي هنا، او 1 فولت بيك تو بيك زي هنا، هتلاقيه اقل من كده. الجهد الصغير اللي هنا اللي عمل فلكتويشن صغير جدا في الاي بيز هنا، ده تسبب في فلكتويشن كبير في الاي كوليكتور، ومنها فلكتويشن كبير في مين؟ في البي سي اي، او عموما جهد نقطه الكوليكتور بالنسبه مين؟ للجراوند. لان الاي سي لما يتغير زي ما حضراتكم عارفين ايه اللي هيحصل؟ الدروب على الار سي ده هيتغير، بالتالي جهد النقطه دي بالنسبه للجراوند من خلال المسار الخارجي ده هيساوي في سي سي ناقص اي سي في ار سي. هتلاحظ ان كل ما زاد الاي بيز كل ما زاد الاي سي، كل ما قل الفي سي اي. والاي بيز بيزيد بايه؟ بيزيد نتيجه زياده الجهد بتاع مين؟ بتاع الاي سي سيجنال. فهتلاقي ان كل ما زاد الاي سي سيجنال كل ما زاد الاي سي، كل ما قلت جهد النقطه دي، وكل ما قل الجهد بتاع الاي سي سيجنال كل ما قل الاي بيز، كل ما قل الاي كوليكتور، كل ما زاد مين؟ كل ما زاد الجهد الفي سي اي او جهد نقطه الكوليكتور. طب يبقى انت شايف ان جهد النقطه ديت هو جهد عباره عن فلكتويشن حوالين دي سي فاليو. طب لو انا عايز بقى اخد الاي سي سيجنال البيور، فبتوصل مكثف وتوصل بعد كده الحمل بتاعك ان انت تاخد، عايز تاخد عليه سيجنال مكبره، تمام؟ فالمكثف ده بيعمل ايه؟ بيبقى داخل هنا عندي مركبتين، مركبه اي سي ومركبه دي سي. المركبه الدي سي بيحصل لها بلوكينج ما بتعديش، ومركبه الاي سي هي الوحيده اللي بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها ابلكيشن على المقاومه اللي هي الار ال. كده احنا شرحنا الكونسبت بتاع يعني ايه امبليفيكيشن.
نشوف مع بعض بقى اللي يخصنا. اللي انا شرحته ده انت عندك شرح مستفيض ليه جدا في المحاضره، تابع في المحاضره، تابع الشغل بتاع الدوائر بيشتغل ازاي. انا هنا ههتم اكتر بان انا ازاي احل المسائل، وانا بحل المسائل هحتاج ان انا اعوض عن الترانزستور بموديل ليه. موديل يعني ايه؟ يعني دايره مكافئه من مقاومات، مصادر تيار، مصادر جهد. عموما لما اجي اعمل موديل بعمل موديل للحاجه اللي قدامي بحيث ان انا اقدر اتعامل معاها كدايره كهربيه، ان انا اخليها بشكل ايكويشنز، بشكل معادلات. فالترانزستور اي سي موديل لو انت بتقرا في المرجع ليه كذا موديل. في عندك موديل اسمه الار بارامتر ترانزستور موديل، وده الاكثر شيوعا وده اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله في حل المسائل. ولو اداك موديل تاني بنقدر نحوله للموديل ده. فالاي سي موديل زي ما انت شايفه كده عباره عن ده ترانزستور اي سي موديل. في عندك دي سي موديل للترانزستور زي ما حضراتكم عارفين اللي هو بيبقى 2 دايودز راجعوا الترانزستور. ده اسمه بقى الاي سي موديل، يعني لو انا بتعامل مع سيجنالز اي سي بيكون ده مكافئ الترانزستور. فمكافئ الترانزستور فيه مقاومه في البيز، المقاومه دي بتبقى صغيره جدا بهملها. قدامكم شكلين، ده الشكل الصح وده الشكل المبسط السيمبليفايد اللي احنا هنتعامل معاه. في عندك ار ايميتر دي هتعامل معاها مفيش مشاكل. في عندك مقاومه توازي مع مصدر تيار، مصدر التيار ده بيعتمد على مين؟ بيعتمد على تيار الاميتر او تيار البيز، لان هو بيساوي بيتا في الاي بيز، لان ده تيار الكوليكتور. طبعا حسب اتجاه التيار ده يا شباب، يعني الاتجاهات المرسومه ديت دي اتجاهات لترانزستور ايه؟ ترانزستور بي ان بي، ان الاميتر كارنت هو اللي داخل والتيارين دول طالعين. انما الاتجاهات دي يا شباب دي اتجاهات لترانزستور ان بي ان. فبالتالي المقاومه اللي هي الار كوليكتور دي بتبقى مقاومه كبيره بهملها، وبالتالي بيكون الشكل السيمبليفايد بالشكل ده يا شباب. بيكون عباره عن ايه؟ عباره عن مقاومه قيمتها ار اي داش، ار اي داش سمول، ما بين البيز والاميتر، وبيمر فيها مين؟ بيمر فيها الاي اميتر. ركز في الكلام، بيمر فيها الاي اميتر. يعني لو عايز اكتب لك كده، دي بيمر فيها مين؟ بيمر فيها الاي اميتر، وهي مقاومه بين مين ومين؟ ما بين البيز والاميتر. طب ما بين البيز والكوليكتور مصدر تيار، وديبندنت على مين؟ ديبندنت على تيار البيز او على تيار الاميتر، فهو تقريبا بيساوي الاي اميتر او بيساوي بيتا اي سي في الاي بيز. ونركز ان البيتا في الدي سي بتختلف عن البيتا في الاي سي، واقرا في المرجع بيبقى بينهم اختلاف خفيف كده الباره سببه في المرجع، وانت هتعرفه في المحاضره. فعندي دلوقتي بيتا اي سي في الاي بيز. طب المقاومه دي بيمر فيها ايه؟ المقاومه اللي هي ار اي داش بيمر فيها الاي اميتر. طب لو انا عايز امرر فيها الاي بيز، لو انا عايز امرر فيها الاي بيز يبقى لازم احافظ على الجهد، يعني عايز اجيب المكافئ ليها ناحيه دايره البيز، يبقى لازم تحافظ على جهد البيز اميتر ثابت. يبقى جهد البيز اميتر من الدايره المكافئه دي بيساوي ايه؟ بيساوي الاي اميتر في الار اي داش. طب الاي اميتر لو انا عايز انسبه للبيز يبقى هو بيساوي بيتا اي سي في الاي بيز في الار اي داش. خلي بقى الاي بيز في طرف لوحدها، يبقى المقاومه الار اي داش لو انت نسبتها لدايره البيز عشان تمرر فيها طريق البيز، عشان الكلام ده كله هحتاجه في المسائل بعد كده، يبقى تخلي قيمتها بيتا في مين؟ في الار اي داش. بمعنى ان ار اي داش طول ما هي موجوده في دايره الاميتر وبيمر فيها الاي اميتر يبقى هي قيمتها ار اي داش. طب لما تبقى موجوده في دايره البيز عشان امرر فيها الاي بيز يبقى قيمتها بيتا في الار اي داش، وركز بيتا اي سي. فعشان كده رسمت لك الشكل الثاني ده. يبقى ما بين البيز والاميتر مقاومه، تمام؟ قيمتها بيتا في الار اي داش. يبقى تاني عشان يبقى الكلام واضح بالنسبه لنا، الار اي داش هي مقاومه الاميتر وبيمر فيها اي اميتر. احيانا بضطر ان انا اخلي اللي بيمر فيها الاي بيز، بضطر ان انا احسبها بالشكل ده. فلو انت عايز تقول بيمر فيها الاي بيز يبقى قيمتها كام؟ قيمتها بيتا في الار اي داش. اذا المقاومه الموجوده ناحيه الاميتر البيز بيبقى شايف اكبر بنسبه بيتا اي سي زي ما حضرتك شايفها كده. طب الار اي داش ازاي بحسبها؟ الار اي داش لما انت بصيت في الدايره المكافئه هتلاقي كل المجهول بالنسبه لي فيها هي الار اي داش. الار اي داش ليها طريقتين اتنين لحسابها. الطريقه الاولانيه دي اللي احنا هنتعامل بيها ان شاء الله، ودي اللي تقريبا كل مسائل المرجع بتتحل بيها، وليها قانون امبيريكال، قانون معملي. الار اي داش بتحسب من 25 ملي فولت مقسوم على مين؟ على الاي اي كابيتال. ايه الاي اي كابيتال؟
هو حل الدايره دي سي. لما تيجي تحل الدايره من ناحيه البايزنج تحلها من دي سي زي ما كنا بنحلها من شابتر 5، احسب الاي اميتر كابيتال. الاي اميتر احسبه اللي هو تقريبا بيساوي الاي سي، واحسبه من ملي امبير، واقسم 25 ملي فولت على الاي اميتر بالملي امبير، هيطلع لك قيمه الار اي داش بالايه؟ بالاوم. دي الطريقه الاكثر شيوعا. يبقى انت الاول هتحل دايره الدي سي، هتحل دايره البايزنج تحسب منها الاي اميتر، وهتشوف معايا في المسائل دلوقتي ازاي بنحسبها، وتقسم 25 ملي فولت على قيمه الاي اميتر تحسب مين؟ تحسب الار اي داش. في طريقه تانيه، في عندك حاجه اسمها الاتش بارامتر موديل للترانزستور، ودي موجوده برضو عندك في الكتاب. يعني الموديل اللي احنا شغالين معاه اسمه الار بارامتر موديل. في موديل تاني اسمه الاتش بارامتر موديل، والدكتور هيكلمكم عنه باستفاضه في المحاضره. انا اللي يهمني فيه نقطه واحده صغيره عايز اركز عليها، ان احيانا في الداتا شيت بتاعه الترانزستور هو ما بيديكش البيتا والالفا، ما بيديكش الكلام ده كله، بيديك ايه؟ بيديك حاجه اسمها الاتش بارامتر لمين؟ للترانزستور. فلما يديني الاتش بارامتر ازاي احسب منها الار اي داش؟ الار اي داش هتلاقي عندك في الكتاب، تحسب الار اي داش وتحسب، ممكن تحسب الار سي دي سي داش والار بيز داش اللي انت بتهمل وجودهم في الدايره، بتعتبر ان دي شورت بتبقى صغيره جدا، وبتعتبر ان ار سي اوبن سيركت اللي هي في الار بارامتر موديل. انت ازاي تحولها من اتش بارامتر موديل للار بارامتر موديل؟ اللي يهمني فيهم انه قانون، يهمني فيهم القانون بتاع الار اي داش بيساوي مين؟ بيساوي حاجه اسمها الاي اتش ار اي اللي هي الفولتج فيدباك ريشيو على الاوتبوت كوندكتنس ريشيو. تمام، هتلاقي عندك رموز كتير، يعني هتلاقي عندك في الكتاب كاتب لك الايه، مديها لك عند كومن اميتر اللي هو الرمز الثاني اللي هو الاي ده، ومديها لك عند الكومن بيز وعند الكومن كوليكتور. في الغالب الداتا شيت زي ما حضرتك هتقرا مثلا في المرجع هوريك كده، بيقول لك ايه، داتا شيت اوفن بروفايدز ايه اونلي كومن اميتر بارامترز، اللي هي مين؟ اللي هي دي. فلما يعطى ده اقدر استخدم القانون ده عشان احسب مين؟ الار اي داش. في الغالب انا ما شفتش مسائل في المرجع الصراحه بيحسبها من اتش بارامترز خالص، هو دايما بيحلها منين؟ بيحلها من القانون اللي هو ار اي داش بيساوي 25 ملي فولت على الاي اي كابيتال.